جزيرة قبرص هي ثالث أكبر جزيرة في البحر المتوسط من حيث المساحة بعد صقلنيا وسردينيا. ليس هناك شك في أنها أكثر الجزر شهرة، سواء بالنسبة لثراء الطبيعة فيها أم جمالها الذي لا مثيل له. البلد فيها أمان الحمد لله للسياحة، الشرطة متواجدة، الأمن دائما موجود، وأنتوا كنتوا تفضلتوا أن زرتونا هون وشفتوا البلد كيف موجودة. ما في داعي لأن الواحد يكون خايف، البلد مستقرة، في عدة مناطق ممكن الواحد في قبرص يجي فيها يستمتع. إن قطاعي السياحة والتعليم يعتبران القطاعين الأكثر أهمية من ناحية توافر الفرص الاستثمارية في شمال قبرص، إذ يصل حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع السياحة في قبرص التركية خلال العامين القادمين إلى أكثر من 500 مليون دولار، معرباً عن أمله في جذب رؤوس أموال عربية وإسلامية في المقام الأول. الحكومة القبرصية حريصة جداً على استجلاب المواطنين الخليجيين، خاصة المواطنين الكويتيين، ومن أجل ذلك قاموا بتسهيل الأمور ليهم لوضع تملك نهائي ومباشر للمواطن الكويتي بعد إجراءات معينة. الإجراءات دي بتتلخص في إن هم بيقوموا بأخذ جواز السفر للمواطن الكويتي وتوجيهه للجهة الأمنية، بعد الموافقة من الجهة الأمنية على التملك الكويتي اللي بيتقدم عشان يمتلك وحدة هناك، بيطلع أو بيصدر من أجله صك نهائي اللي بيسموه هناك الطابو. بسبب موقعها من الطرف الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، قامت قبرص مؤخراً بشكل متقن بدمج العمل مع الرفاهية، وذلك من خلال سعيها لإيجاد بيئة ملائمة باعتبارها موقعاً مثالياً للمشروعات الخارجية والاستفادة في ذات الوقت من جمال طبيعتها ومناخها. الضمان للعملاء هو بالطبع قوانين الدولة، ونحن نتعامل مع المستثمرين منذ 42 عام. في هذه الأيام شركاتنا هي الضمان للعملاء. هناك الكثير من الشركات الاستثمارية في هذا المجال، ويصل عدد العملاء لكل شركة إلى 2500 عميل. نحن نمضي بالطريق الصحيح، وفي كل الأوقات ندعم عملائنا، ونحن نضمن لهم 10 سنوات على المباني المستثمرة. We are giving 10-year guarantee to our buildings. حكومة شمال قبرص بدأت بتطبيق تشريعات جديدة بهدف استقطاب المستثمرين في الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقديم التسهيلات لهم في بناء الفنادق والمجمعات السكنية وكذلك المنتجعات بالقرب من شواطئها الزرقاء التي تستقطب مئات الألوف من السياح الأوروبيين ومن شرق آسيا. بالفعل قامت مجموعات من العملاء الكويتيين بالتواجد لقبرص الشمالية الحمد لله، واستطاعوا ان هم يتملكوا وحدات جاهزة للسكن على طول، وكمان في وحدات اخرى بتسلم بعد 6 شهور، وفي وحدات بتسلم بعد سنة. تتطلع جمهورية شمال قبرص إلى تنمية التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون والكويت، وتصف شمال قبرص الاقتصاد الخليجي بأنه من أقوى الاقتصاديات بالمنطقة،